عسلامتكم، مرحبا بكم في هذه الحصة الأخيرة لهذا الأسبوع من برنامجنا تونسنا اليوم، ليوم الجمعة 17 جانفي 2014. اليوم اكسبسيونيل ما خذيت بلاصة زميلي توفيق العياشي اللي يتغيب لأسباب طارئة، ونتمناو أنه من نهار الاثنين يعاود يرجع يشد بلاصته. اليوم باش نحكيو على إضراب عدول التنفيذ اليوم، وهما إضراب في الحقيقة بداوه من البارح، احتجاجا على قرار مجلس وزاري يتعلق بقانون لعدول التنفيذ. القانون هذايا يقولوا أنه خدموه من غير ما تشاوروا معهم. باش يكون معنا سي عبد الحميد القراوي، عميد الهيئة الوطنية لعدول للعدول المنفذين، والأستاذ سمير الأشهب، الكاتب العام للهيئة. لكن قبل هذا باش نحكيو على قانون العدالة الانتقالية، وذلك بمناسبة عقد اجتماع التنسيقية الوطنية لقانون العدالة التنسيقية الوطنية المستقلة، يحبوا يقولوا وطنية، للعدالة الانتقالية، اللي الاجتماع ذايا كانت فيه قراءة نقدية لقانون العدالة الانتقالية الأخير. ومعانا باش نحكيو في هذا الموضوع السيدة سامية بوسلامة الطيف، عضو التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية. مرحبا بك. لكن قبل ما نحكيو في الموضوع، زميلنا جمال العرفاوي اللي هو الكرونيكور برانسيبال ليلة، باش يعطينا آخر مستجدات المسار الحكومي. بالفعل سفيان، قاعدين نشوفوا توا على شبكات الانترنت وعلى المواقع الاتصال التواصل الاجتماعي في رق حكومية، كل واحد ينزل لنا فريق، لكن إلى حد الآن نجم نأكد كونه السيد مهدي جمعة لم يهتدي إلى استكمال التشكيلة متاعه، وحتى أن الفريق الإعلامي اللي بيشرافقه في الإدارة متاعه مازال ما تمش اختياره. وبالتالي فإنه الأسماء اللي يتم تداولها الآن هي تقريبا بنسبة عالية جدا، عارية عن الصحة. فما حاجة مهمة جدا، كونه فما أول برامج بتاع رئيس الحكومة، أول ما يتسلم حقيبة رئيس الوزراء بش يعقد اجتماع مع اتحاد المعطلين على العمل، وهذه إشارة واضحة منه وأنه معناتها مشكلة التشغيل هي قضية أساسية بالنسبة لحكومته. فما وزراء اتصل بهم، وزراء سابقين وخبراء، معناتها شخصيات وطنية كبيرة برشا اتصل بها خبراء في مجالهم، لكن عبروا عن رفضهم الالتحاق بالحكومة متاعه. في مقابل ذلك فما الشخصيات رفضت لكنها عبرت عن استعدادها للعمل مع السيد مهدي جمعة وتقديم النصح والمشورة، لكن دون الدخول في الحكومة. هذا معنا بالنسبة للتشكيل في الحكومة اللي ننتظروا فيها، لكن من غير المتوقع أن يتم الإعلان عليها قبل 25 جانفي، وبالتالي فإن سيتم الإعلان عليها رسميا بعد ربما بعد الإمضاء على الدستور اللي باش يمضى عليه سعلي العريض، والرئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الجمهورية المؤقت. والمليح يبطأ جمال. نستناو إذا نهار 25 جانفي، احنا استنينا. دونك نبداو في موضوعنا الاول المتعلق بقانون العداله الانتقاليه، باش نفهموا الموضوع اكثر، نشوفوا الفيتير هذايا ونرجعوا. قانون العدالة الانتقالية قانون مشوه بامتياز ولا يستجيب لما نادت به مكونات المجتمع المدني، هذا ما أكده رئيس التنسيقية الوطنية للعدالة الانتقالية عمر الصفراوي خلال ملتقى حواري لتدارس فصول قانون العدالة الانتقالية. اللي معناها ما عملوهش على مستوى المجلس الوطني التأسيسي، وأنه نداو للخبراء فيما يخص الدستور وبنود الدستور، كنا نتمنى وأنه كذلك بالنسبة للعدالة الانتقالية معناها يناديوا للخبراء، وعلى ضوء معناها المشاريع المقدمة معناها يأخذوا رأي الخبراء ثم معناها يقع سن القانون، هذا يؤدى بنا إلى قانون عدالة انتقالية مشوه.
عديد من النقائص تشوب قانون العدالة الانتقالية، لعل أبرزها المس من استقلالية لجنة الفرز التي سيتم اختيارها باعتماد نظام التمثيلية النسبية بالمجلس التأسيسي، والتي ستعطي بالضرورة هيئة حقيقة وكرامة تهيمن عليها أحزاب الترويكا. فيما يخص تركيبة لجنة الفرز اللي احنا عبنا عليها وقلنا معناها ما يلزمش تكون على أساس التمثيلية النسبية، والمشروع اللي قدمه المجتمع المدني وأنه لجنة الفرز هذه تكون متكونة من عضو على كل كتلة مع الأسف فقاع الالتجاء إلى التمثيلية النسبية لتركيبة هذه الآية، مما سيؤدي إلى هيئة حقيقة وكرامة معناها باش يقع انتخابها على أساس المحاصة وعلى أساس المقايضات وعلى أساس الموالاة. وتعليقا على هذه النقائص، قال رئيس هيئة المحامين الفاضل موسى إن الرباعي الراعي للحوار الوطني سيطالب بتعديل هذا القانون. أرجو فقط تقرير، قدموا التنسيقية تقرير وسنطالب في إطار الرباعي الراعي للحوار يعني إعادة النظر أو تعديل هذا القانون. سنتان انتظر خلالها المضطهدون في الأنظمة السابقة قانونا يسترجع لهم كرامتهم كمواطنين على حد سواء، ليجدوا اليوم أنفسهم أمام قانون يقول الخبراء إنه سيعمل بمكيالين. مدام سامية، وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سي سمير ديلو يقول أنه استشرنا مكونات المجتمع المدني وهذا القانون، قانون العدالة الانتقالية، هو القانون اللي تشاركي بامتياز. أنتما التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية تعتبر أنه فيه العديد من النقائص، كيفاش نجم نفهم هذا التناقض ما بين المواقف؟ صحيح، نحب نعطيك فكرة صغيرة سفيان على مسار العدالة الانتقالية. أول ما بدأت تعملت وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، احنا كتنسيقية وطنية مستقلة للعدالة الانتقالية كنا رافضين الوزارة هذه لأنه العدالة الانتقالية من مشمولات المجتمع المدني. بعد قالوا مع بعضنا باش نتشاوروا، وراهي الوزارة مش تكون كان هي كأنه مكتب كبير يسهل المسار هذا ومش باش تدخل في حد شيء. رغم رفضنا دخلنا وشاركنا في اللجنة هذه اللي أعدت وشاركنا في المشاورات، وكان الأخ وحيد الفرشيشي هو ممثل التنسيقية، وصارت عدة تشاورات وطنية وجهوية وتخسرت مليارات على التشاور. في وسط المسار حسينا اللي فما المسار قاعد يتغير ويمشي لطريق ما هوش عاجبنا، خرجنا من اللجنة هذه وقلنا راهو القانون يلزم راهو عنده خصوصياته. بعد لقينا أنه احنا خرج قانون، مشروع قانون ماناش موافقين عليه، وبعد مشى للمجلس التأسيسي في فك السرعة الكبيرة في 72 ساعة تم تشويهه تشويه كبير وخرج قانون ماهوش ينظم العدالة الانتقالية بل ينظم العدالة الانتقائية والانتقامية. كنت تحكي توا قلت سيدة سامي، قلت التشاورات هذه والمشاورات اللي جرات هذه كلها خسرنا فيها مليارات، كيفاش خسرنا فيها المليارات؟ وقلت القانون جاء مشوه، كيفاش جاء مشوه؟ شنو اللي كان المطلوب وشنو اللي جاكم معناتها؟ شنو الخارج خرجت لكم؟ من الأول كانت اللجنة هي فيها ممثلين على المجتمع المدني المهتم بالعدالة الانتقالية، خرجت توصيات وخرجت مشاورات وخرجت عدة أشياء ما لقيناهمش. بعد المليارات تصرفت لأنه القانون، مشروع القانون والتوصيات مشيت للجهات والناس الكل حكيت فيها والناس الكل أعطت أفكارها والناس الكل أعطت توصيات. يعني تحب تقول المشكلة مش شوه في أنه تصرفت برشا فلوس؟ لا في أنه تصرفت شوه برشا فلوس وما وصلناش للقانون اللي كنا نطمحوا له. والقانون العدالة الانتقالية رغم أهميته واللي ما عطاتوش للإعلام ولا السياسيين الأهمية اللي يلزم، راه مهم جدا جدا كما الدستور، وراه يصير مرة في حياتنا. والعدالة الانتقالية هي راهي تحكي وتصلح ماضي أليم، المستقبل يكون فيه ضمان للمصالحة وضمان باش الأجيال ترضى على بعضها وتنجم تتعامل مع بعض، وهذا اللي ما صارش. سيدة سامي، استعملت كلمة عدالة، لقينا عدالة من 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 موضوع عدالة انتقالية، قلت لقينا عدالة انتقائية، فسر لنا واضح لنا أكثر شنو عدالة انتقائية. مثلا في الفصل الثامن فما جريمة تقول جريمة تزوير تزوير الانتخابات، احنا ما عندناش القانون هذا،
ما عندناش نص يضمن معناه القاضي كي تمشي له ملف فيه تزوير الانتخابات ما عندوش نص قانوني مش يحكم به. تتصوروا انه فيه هذا جانب انتقائي وانتقامي؟ ما تمررش في الدستور تحصين الثورة، جبنا القانون هذايا اللي هو جريمة ولا جريمة هذه بالأصح باش نخبيه تحصين الثورة. فما زادا نقفوا في النقطة هذه، يعني معناها باش تبدا واضحة، تعتبروا أنه هذا الفصل الثامن فيما يتعلق بجريمة تزوير الانتخابات معناها هي جريمة موجهة لنداء تونس والباجي قايد سبسي تحديدا؟ قلت اللي هذا معناها اش حبيت اللي خبوه هما بالجملة هذه، هذا من ذكر. لكن في الفصل الثمانية نفس الفصل هذا معناها فما جريمة أخرى غريبة بعض الشيء، هي جريمة الهجرة الاضطرارية. شنية الجريمة هذه وعلاش انتوما تنقدوا وجودها في قانون العدالة الانتقالية؟ احنا نراو انه الهجرة الاضطرارية بالحق هي جريمة. اولادنا تموت في البحر خاطرها مجبورة باش تمشي وباش تهاجر على خاطر ما لقاتش عمل، بالحق جريمة. اما جريمة اضطرارية انسان يتنقل وياخذ اللجوء السياسي ويمكن يقعد 20 سنة في فرنسا ويعمل مشاريع وكل ومن بعد نجي ونقول له هاي نحاسبه، هذه الانتقائية. وصندوق الكرامة تدخلوا في الانتقائية ولا لا؟ صندوق الكرامة عدة صناديق تولت عنا، راهو فما صندوق أو جهة تمويل من قطر وفما، والمشكلة أنه قاعدة تصير تعويضات من عدة مجالات. مع العدالة الانتقائية فرغوها من المحتوى نتاعها، أفرغت تقصد الانتقالية مش الانتقائية؟ الانتقالية بطبيعة الحال. كي نحكيو على العدالة الانتقالية معناتها قضية معقدة جدا، معناتها الكشف على المجرمين الحقيقيين، الكشف على عدة حقائق معناتها مرت بها البلاد طوال سنوات وعقود. هل عندنا خبراء مؤهلين للموضوع هذا؟ عندنا خبراء وحاولنا باش يشاركوا من الاول في اللجنه هذه، رغم قلت لك نعاود نقول ان ماناش موافقين على وزاره حقوق الانسان والعداله الانتقاليه، اما التوصيات اللي خرجتها الخبراء الكل ما خذوهاش بعين الاعتبار. والقانون راهو قانون العداله الانتقاليه هو اللي يمشي يضمن لنا التسامح، وانا نغزر الابتسامه نتاع الزعيم والمرحوم نيلسون مانديلا ونشوف فيها التسامح اللي خلى افريقيا الجنوبيه تعيش التسامح واللي كنا نتمنوه في تونس احنا، هذا ما لقيناهش احنا، خاصه وانه فما مشكله كبيره زاده اذا كان دخلت المحاصه الحزبيه. هذا هو توجه جمال حكي على صندوق الكرامه، وانتم تعبوا فيما يتعلق بالفصل 23 تحديدا في القانون، وهذه لجنة اختيار لجنة أعضاء لجنة الفرز لاختيار ترشحات لعضوية صندوق الكرامة. أنتم تعتبروا أنه هذا التمثيلية النسبية هذه تطرح إشكال من أي نوع؟ إذا كان دخلت فيها محاصة حسبية ما نجموش نقولوا أنه اللجنة هذه مش تكون مش تفرز هيئة حقيقة وكرامة. وانتم متأكدين أنه فما محاصة حزبية؟ أي فما واحد على 30 على كل 30 نائب في المجلس التأسيسي مش ياخذوا منه واحد، وإحنا نعرفوا المشهد السياسي كيفاش هو. احنا نحبوا الكفاءة هي اللي تفرز لجنة تختار هيئة كرامة الكل التونسيين. في القانون هذايا ما نحسوش روح نتاع التوانسة الكل، فماش اجماع، فماش شفافية، فما برشا حاجات تلقاهم فما غموض فيه، ما تحسش انه احنا قادمين على العدالة الانتقالية راهي مرتكزة على الحقيقة. مراوش ياسر روح الحقيقة كي نقراو القانون، وفما المحاسبة والتعويض والمصالحة، لن نحسوا الحقيقة ولن نحسوا أنه باش نوصلوا للمصالحة التامة. أنتم كهيئة مستقلة للعدالة الانتقالية عندكمش ملفات جاهزة، عندكمش شهادات، عندكمش اسكم موثقين الفترة العقود القديمة اللي فاتت كلها إلى حدود يوم 14 جانفي موثقين كل الانتهاكات وكل احنا ساعة وقت اللي تعمل مشروع القانون
خذينا القانون وجبنا من أعز الخبراء متاع في القانون وشدينا القانون فصل بفصل، كل فصل قلنا هاي النقيصة نتاعو، ولا ينجم يقعد هكا، في حاجات باهين القانون راه، أما فيه تشويهات. وقدمناه 217 عضو في المجلس التأسيسي، قلنا لهم هاو كيفاش نشوفوا القانون احنا، وهاو الخبراء نتاعنا شنو قالوا. اجتمعنا مع المجتمع الدولي اللي يقول الأخ الوزير كما قال سفيان أنه هذا المشروع هذايا عملناه مع المجتمع المدني الدولي، هما رغم أنه الأخ السيد، أنا أقول السيد بابلو دي غريف اللي هو المقرر العام لحقوق الإنسان يقول أنه راهو فيه برشا ملاحظات حول القانون هذي واللي تتطابق إجمالا مع الملاحظات نتاعنا، معناه فما شوية مغالطة في أنه المجتمع المدني الدولي موافق على القانون هذي. من النقاط اللي تم الاستغراب حولها من طرف التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية والعديد من الحقوقيين التوانسة والأجانب، هو الفصل 20 من القانون اللي يشترط وجوبا وجود عضو مختص في العلوم الشرعية ضمن هيئة الحقيقة والكرامة. كيفاش تشوفوا الجانب هذا؟ بماذا يفسروا؟ وشنية التفسيرات اللي تعطيك لكم في الموضوع هذا؟ وانتم شنو موقفكم منه؟ احنا ما تعطتش هي تفسيرات، تحطت هكاك فصل اسقطة ما سمعناش به قبل، ما تناقشتوش فيه في اللجان؟ لا هذاك جادوا المجلس التأسيسي، الإضافة القيمة اللي جابها المجلس التأسيسي ممثلي الشعب. واحنا كنا نتصوروا انه الانتهاكات حقوق الإنسان خاصة بالنسبة للانتهاكات الجماعية وبالنسبة للجهات المضطهدة، كنا نتصوروا أنه يجي شكون يمثل التنمية، مش يحكينا على التنمية بالنسبة للجهات ويخلي الناس تنسى معناه الانتهاكات اللي عملت. كلنا نلقاو رجل الدين هذا والعلوم التشريعية منراوش الدور اللي مش يقوم به، حقيقة مناش فاهمين الدور اللي نجم يقوم به. جمال، انا حبيت نعرف معناتها فما تجارب سبقتنا سفيان، هي المغرب بالاساس جارتنا معناتها، وجنوب افريقيا رغم الاوضاع تختلف معناتها، ما في تونس ما كانش فما ابارتايد، لك فما ابارتايد من نوع اخر معناتها على مستوى التوازن الجهوي، على مستوى اخذتوش التجارب هذه بعين الاعتبار؟ خاصه المغرب الجاره معناتها عندهم تجربه وسباقين في الموضوع هذايا، وكانوا سفيان هما اخر شيء فكروا فيه بعد ما عرفوا الحقائق كلها اللي صارت في عهد الملك السابق الحسن الثاني. بعدين تعداوا الصندوق نتاعهم، صندوق التعويضات هذا، لكن احنا عملنا بالعكس، بدينا بالصندوق وبعد دينا نبحثوا على الحقيقة. فمتس صارت شي معناتها تلاقح وإلا تشبيك مع الجمعيات المغربية اللي هي سباقة في الموضوع هذا؟ صارت برشا معناها تشاورات وبرشا ما تبادل آراء، مشينا حتى للمغرب عملنا تكوين في مجلس حقوق الإنسان في المغرب. المغرب عندهم معناها خصوصية أنهم حبوا ينسوا الماضي من غير ما يعرفوا الحقيقة كما هي. احنا في تونس كنا مؤهلين باش نعملوا قانون أحسن برشا من المغرب، وكنا نجم نعرفوا الحقيقة. احنا كتنسيقية مستقلة للعدالة الانتقالية قسمنا الانتهاكات وجبنا خبراء ومؤرخين أظن في أول ديسمبر، وعملنا ملتقى كبير وقسمنا الانتهاكات الكل اللي صارت من في دولة الاستقلال، معناها من الاستقلال حتى الحوادث الرش وال2013، وعنا تصورات أنه تكون التجربة التونسية، خاصة عنا عدة تجارب خذينا منهم معناها النقاط الإيجابية متاعهم، باش تكون التجربة التونسية هي من أحسن التجارب. ولكن إذا كان باش يقعد القانون هذايا راهي مش تكون من أسوأ التجارب. واليوم في لجنة الخبراء فما شكون يقول انقطعوه القانون هذايا إذا كان ما تصيرش فيه التنقيحات، فما شكون يقول هذايا قانون
معناها باش ينعلون عليه الاجيال الجايه، واحنا كمجتمع مدني ان شاء الله ما نوصلوش لهنا باش نتجندوا باش قانون العداله الانتقاليه يكون احسن برشا من هذا وتقع التنقيحات. الموضوع مش موضوع الاجيال الجايه، الموضوع هو موضوع الضحايا اللي قاعدين نشوفوا في الجلادين نتاعهم قدامهم. ممكنش نحلموا كونه معناتها يتقابل الجلاد والضحيه مع بعضهم يحكيوا مع بعضهم كما شفنا في جنوب افريقيا وتعديت في مباشره من سفيان على التلفزيون. معناتها ممكنش ان نحلموا بها النهار هذايا باش تقع المصارحه وبعدين المصالحه المصارحه وبعدين المصالحه وبعدين المحاسبه ان لزم الامر. وبالنسبه لجنوب افريقيا اغلبيه القضايا تم الضحايا الضحايا معناتها قابلوا الجلادين نتاعهم وفي النهايه انتهت بالمصالحه. فما ثغره زاده هي في القانون تقول انه اذا كان الجلاد يعترف مثلا يقول انا غلطت وانا عملت وكل راهو من بعد المحكمه تنجم تحاكمه. يمللوش يعترف هو دونك حتى حد لو مشي يعترف له وقت لي انا نعترف باش نصالح ونقول هاو المشاكل اللي عملتهم هاو اللي شنو وانا مستعد للمصالح. تجي تقول لي راه باش نعديك على المحكمه وراه باش نخطيك هذا ما يجيش. ما ربحنا ما خدينا شيء من تجربه جنوب افريقيا وما خدينا شيء من تجربه المغرب. معناتها تقريبا كل شهر نعملوا في ندوات دوليه ولقاءات وملتقيات مخذينا منهم حتى حد شيء التجارب هذوما. هذايا احنا عملناه في سياق معادية. انت ما شفت معناها المسار الانتقالي التونسي كيفاش مر معناها. طول المسار الانتقالي التونسي احنا نعملوا في عدالة انتقالية وقت اللي احنا ملف الفساد اللي قامت عليه الـ معناها النظام اي لمدة عقود وكان سبب مباشر للثورة مازلنا ما حليناهش الموضوع هذا ايضا. خويا سفيان والله سي توفيق بودرباله اللجنه نتاعو قامت بخدمه كبيره ياسر وباه ياسر ووثقها التاريخ وتو ناخذوها. هذاك فيما يتعلق بالاحداث لكن انت تحكي على سي العميد عبد الفتاح عمر الله يرحمه. الله يرحمه ذوكم الزوز اللي جانا خدموا خدمه جباره ومالوغوزمون ماناش قاعدين نستفادوا منها. اللجنة هذه لجنة الفحص الوظيفي وإصلاح المؤسسات اللي تحدث عليها الفصل 43 من القانون الجديد هذا نتاع العدالة الانتقالية هذه عندها إمكانية مراقبة وغربلة القطاعات وإعطاء توصية بإعفاء أو إقالة أو الإحالة الجبرية الإحالة على التقاعد الوجوبي للمسؤولين سامين للدولة. ممكنش نعتبره أنه هذا داخل في إطار محاسبة الفساد وإلا ينجم يكون مدخل لتصفية الحسابات السياسية. احنا نعتبروه مدخل لتصفية الحسابات السياسية لأن راهو هذه اللجنة عندها صلوحيات كبيرة ياسر وما فماش شفافية وما فماش ضوابط واضحة تخلينا نفهموا ما إلينا وما علينا. ونحن نقولوا اللي القانون هذا يلزموا يتصلح يلزم الإعلاميين والسياسيين والمجتمع المدني الكلهم يقولوا العدالة الانتقالية تجي مرة في حياتنا وإحنا التوانسة راهو عنا من الكفاءات وعنا ما يخلينا في من أحسن البلدان في المسار هذايا. دونك إحنا باش نناضلوا من أجل قانون عدالة انتقالية لا انتقامية ولا انتقالية معناها كل واحد يتحمل مسؤوليته. معناها القانون اللي كان من المفروض باش يقرب التوانسة لبعضها هو بيدو أصبح نقطة تفرقة اللي دونك باش يخلينا مازلنا نحكيو على العدالة الانتقالية في قد تأتي وقد لا تأتي. إن شاء الله بينا احنا الكل مع بعضنا تأتي وتأتي كما نحبوا ماهوش مشوهة لازم تأتي باش تلم التوانسة باش نوصلوا المصالحة باش تصفى القلوب باش والكلنا مع بعضنا وأكيد باش نعودوا نتلاقاو باش نحكيو في نفس هذا الموضوع. نشكرك مدام سامية بسلامة الطيف عضو التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية على حضورك والأكيد أن الموضوع يستحق أكثر من حوار وأكثر من جلسة. شكراً على الاستضافة وبربي الكلنا مع بعضنا من أجل الأجيال القادمة ومن أجل تونس جديدة وتونس مصالحة وهذا اللي نحلم به الكل. احنا
نمشيو الفاصل ثم نعود ونرجعوا نكملوا حصتنا.